قناة وصفحة. بكل سرور تقدم لكم هذا الشرح. الموسيقى بطريقة برايل. إعدادي وتقديم سمير منير. أهلا بيكم في درسنا رقم 4 من النوتة الموسيقية بطريقة برايل. عنوان درسنا النهاردة الروند. الروند هي أكبر علامة زمنية في الإيقاعات الموسيقية. هفكركم تاني انه خلية برايل اللي بتتكون من 6 نقط، اول 4 نقط من فوق بتخص النغمات اللي هي الاولى والتانية والرابعة والخامسة، واحنا المرات اللي فاتت اتكلمنا عنهم، يعني قلنا مثلا ان الدو اللي هي رقم 4 اللي هي اولى رابعة خامسة لحد ما بنوصل للسي اللي هي رقم 0 اللي هي تانية رابعة خامسة. اخدنا في الحلقات اللي فاتت النوار اللي هو خبطة واحدة بزمن واحد، واخدنا البلانش اللي هو خبطة واحدة بزمن 2 نوار، يعني نفتكر كده على الدو، الدو نوار كده، اما دو بلانش فبالشكل ده دو. النهاردة ايقاع الروند عندنا هو عدة واحدة بزمن 4 نوار، يعني لما احب اقول دو روند هتبقى كده دو. نقولها مع بعض كده، 1 2 3 4، يعني الواحد هي خبطتي على النغمة وبفضل مثبت ايدي 3 خبطات تاني مجموعهم يكون 4. هقولهم تاني، دو 2 3 4، ري 2 3 4، مي 2 3 4. هفرق بينهم، بين الروند والبلانش والنوار. ادي دو روند، دو 2 3 4، اما الدو بلانش دو، اما الدو نوار دو. الروند بتتكتب النقطة التالتة والستة، يعني لما احب اكتب دو روند هتكون كده اولى تالتة رابعة خمسة ستة، ري روند اولى تالتة خمسة ستة، مي روند اولى تانية تالتة رابعة ستة، فا روند اولى تانية تالتة رابعة خمسة ستة، سول روند اولى تانية تالتة خمسة ستة، لا روند تانية تالتة رابعة ستة، والسي روند تانية تالتة رابعة خمسة ستة. هقول سلم دو بإيقاع او بزمن الروند، نسمعه كده، دو ري 2 3 4، مي 2 3 4، فا 2 3 4، سول 2 3 4، لا 2 3 4، سي 2 3 4، دو 2 3 4. مستني اسئلتكم، تعليقاتكم، استفساراتكم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهتقابل معاكم الدرس اللي جاي. الى اللقاء. شكرا لحسن الاستماع، وإلى اللقاء.